ومن الفوائد أن من السنة في حق المسلم إذا جلس أن يجلس إما في الشمس وإما في الظل، أما أن يجلس بين الشمس وبين الظل هذا مخالف للسنة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في المسند نهى أن يجلس الرجل بين الشمس وبين الظل، قال فإنه مجلس الشيطان. ولذا لو كنت في الظل وأتتك الشمس فأصبحت بين الظل والشمس، أو جزء منك تصيبه الشمس والجزء الآخر أو الأكبر في الظل، فانتقل عن هذا المكان إما إلى الشمس وإما إلى الظل.